روبوت يهاجم إنسانا ويفجر المخاوف من تحول أفلام الرعب لحقيقة، ومن البقر والخنازير للغزلان والببغاوات، أمراض الحيوانات تهدد البشر، وستاربكس يطيح بمذيعة تركية. أهلا بكم. من أقل من أسبوعين كشف إيلون ماسك في فيديو على إكس عن الجيل الجديد من روبوتات تسلا وقدراتها. روبوتات بهيكل مصمم مختلف ووزن أقل بعشرة كيلو من التصميم الماضي وأسرع في المشي 30% وحركات وأطراف أو حركات رأس وأطراف مختلفة، يعني شيء رهيب يشبه البشر. بوقت لما يعني نشر الفيديو اللي فيه هذا الروبوت تجدد الكلام عن الروبوتات اللي خلاص قربت تصير مثل الأفلام، تمشي وتحكي وتتعامل وتشتغل مثل البشر تماما، وطبعا معها كمان تجددت المخاوف من أن الروبوتات هذه تقلب علينا يوما من، يعني زي ما شفنا قبل كده في الأفلام زمان، يعني ولا زلنا بنشوف في الأفلام يعني. لكن يبدو أن الموضوع مو بس أفلام، لأنه اليوم في تقارير كشفت أنه في مهندس في مصنع في تسلا بتكساس هاجم روبوت مهمته هي نقل قطع غيار سيارات. الروبوت هذا ثبت المهندس، غرز أنيابه في ظهر الرجال ويده، وترك تحت الرجال مسبح دم كبير. هذا كلام مؤكد قالوا 2 شهود في الواقعة. الواقعة هذه صارت في 2021 لكنها اتكشفت الآن، وتكشف معها كمان أنه تسلا من سنوات بتوثق إصابات من روبوتات لموظفيها أقل من قبل، ورجعت الأصوات عاد المرعوبة من خطر الروبوتات عليت أكثر وأكثر، لأن المشكلة مو تسلا بس، أمازون كمان سجلت إصابات لموظفيها من روبوتات، هذا غير طبعا السيارات ذاتية القيادة وغيرها. فهنا عاد لازم وقفة كده ونفهم الموضوع، هي الروبوتات هذه فعليا بتفكر وبتهاجم وخطر علينا، ولا هي يعني جهاز مثل أي جهاز، ويعني مثل أي موظف في مصنع مثلا ممكن ماكينة تصيبه بالخطأ، الروبوتات كمان نفس الشيء كده. معنا في الاستوديو دكتور محمد قاسم، عضو مجلس إدارة المدرسة الرقمية. أهلا فيك معنا دكتور. يا هلا سارة. أهلا سارة. صراحة مرعب السيناريو، يعني إيش حي فيلم ترمينيت. لا طب هم بيقولوا صار، ايش هذا؟ لا بس القصه وايد مبالغ فيها يعني، ولمتى احنا نعيش على المبالغات؟ لا كيف مبالغ فيها اذا هم بيقولوا؟ خلينا نشوف القصه. اولا هذا روبوت مال مصنع، صح؟ روبوت حتى للصبغ او لنقل المعدات مثل ما قلتي. فاذا هو روبوت طبيعي اللي هو برمجياته بسيطه، ما في روبوت طبعا بعض المحطات حطت روبوت ولا ايدين ثنتين ورجلين. فخافت الناس تعتقد ان احنا نعيش في عصر ترمينيتر. طيب. هذا الروبوت يعتبر كانه اله عاديه عندها شيء معين تقوم فيه خلال اليوم، واصابت هذا الرجل. اذا تذكرين كيك بوس اللي يسوي الكيك على برنامجه، هذا يوم من الايام طبعا كان يسوي كيك ومشهور والناس تحبه، يوم من الايام ايده دخلت داخل الاله ودخلت في ايده الاله و طلعت من الجانب الثاني. احنا نقول هذه الآلة هي آلة راح تضر يوم من الأيام. فهذا الشيء اللي صار فعليا ليس من الأشياء اللي لها ارتباط في الروبوتات الحالية اللي هي بشرية، اللي لها رجلين وإيدين ثنتين. هذا الروبوت العادي
إذا إحنا فعلا يجب أن نخاف من مستقبل هذه، نخاف من مستقبل أن الذكاء الاصطناعي يوضع داخل روبوتات، وقاعد يصير داخل روبوتات وعليها سلاح، هذه إحنا المفروض نخاف منها. بس عشان أكون معك دقيقة، هو أنا خايفة أوريدي وخايفة من اللي بتقول عنه اللي عادل. جاي هذا، ولكن هذا دحين اللي صار في تسلا، هذا الروبوت هذا ما في مخ، هذا لا 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 لا، في برمجيات عادية يسمونها برمجيات الكنترول التحكم، أيوة. وليس الذكاء الصناعي. صح، بس أنا ممكن يكون حاط الروبوت ده عندي في البيت ببرمجيات عادية ويقوم يقلب علي يعني. لا لا، مو هو حتى تشوفي هذه الكلمة استخدامك لها هو المكتوب في الأخبار ومعاك حق ان تستخدمينها لان هذا المنشور، لكن هو ما قلب على احد. اللي صار ان الروبوت ضرب صار في خلل بالبرمجيات وضرب الرجل كما صرحت الاخبار. اكثر من كذي ما في، فهو ما في شيء بداخله وعي والروبوت يحاول يهجم على الانسان كما في الافلام، افلام الخيال العلمي. فاعتقد أوكي. هذا اذا هذه بنتكلم عن هذه الحاله، ولكن انت كمان طرحت مخاوف جديده انه طيب لا بس هم بيطوروا فيها وبيشتغلوا عليها. بالضبط بالضبط، الكلام هذا سليم. يعني احنا ندري ان وزارات الدفاع في الدول اللي متقدمه في الذكاء الاصطناعي 100% قاعد تشتغل باستخدام الذكاء الاصطناعي. ليش مو الان في الحرب على غزه استخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع معينه وضربها وان كان سيء لان الذكاء الاصطناعي له انحيازات. يعني انا اتخيل لو ان الذكاء الاصطناعي وضع داخل هذه الاجهزه، وعلى فكره خليني اقول لك شغله، قبل فتره ويمكن انت تكلمتي اظن عن الخبر هذا، ان اعلن عن هذا الشيء ثم بعد ذلك الخبر نحي أن وزارة الدفاع الأمريكية عندها طائرات مستقلة ذاتيا تستطيع أن تصيب الهدف باختيارها الذاتي. أيوة. حلو، وبعدين الخبر قالوا لا، عمل جدل كبير لأنه الموضوع ووقفوا. أنا بفترض حسن نية أن فعلا الخبر كان مو صحيح، لكن أعطيك جارنتي أن هذه الدول شغالة في هذا الموضوع وبالتأكيد متجهة في هذا الاتجاه، وإحنا شايفين الروبوت اللي على شكل كلب اللي على ظهره سلاح. أيوة. يعني بوقت. حتى الجنود ممكن استبدالهم بالروبوتات 100%. يعني الأفلام حتصير حقيقة 100%، راح تصير حقيقة. أنا هذا الشيء عندي ثقة تامة فيه، لأن الإنسان هذا هو الاتجاه ماله. يوم إذا في شركات تمانع في الدخول في هذا المجال، ستدخل أخرى لصناعة الروبوتات اللي ممكن تضر الإنسان. تقصد شركات تمانع لأسباب أخلاقية مثلا؟ مثلا جوجل، فترة من الفترات جوجل اتضح أنها تساعد وزارة الدفاع في أمريكا في المجالات هذه، لكن صار في عندهم مظاهرات وانسحبت جوجل. فإذا في شركات عندها ستاندرد أخلاقي معين، وفي شركات لا عندها الاستعداد أنها تدخل في هذا المجال. هذا اللي إحنا المفروض نخاف منه، وهذا اللي راح يصير على فكرة. يعني طب إذا ليش أخاف؟ يعني تبغاني أخاف من شيء أكيد حيصير يعني؟ إيه بس مو من الخبر الزائف. إيه بس يعني أنا أقعد أقلق من دحين على اللي حيصير؟ لا، خوش نقطة هذه. البشر حاليا يشتغلون على وضع قواعد ولوائح، مثل القنبلة الذرية استخدمت مرة وعرفنا الضرر منها، والآن الدول تحاول تتفادى بقدر الأمكان استخدام شيء مثل هذا. صح، أنا أعتقد نفس الشيء راح يصير. طب بس معلش، الروبوت اللي مثلا حيكون يشتغل عندنا في البيت ويسوي لنا أشياء في البيت، هذا ممكن كمان يقلب بعدين لاحقا؟ الأمر مو بهالسهولة هذه. أوكي. أعتقد راح يحطون له قواعد. وبعدين ترى على فكرة، يعني إحنا يمكن نفكر الروبوتات البشرية مثل البشر، بس هم ليسوا كذلك، لأن البرمجيات مالتهم ما فيها غرائز، ما فيها دوافع، ما فيها شيء يدفعها لأن تحل محل الشخص الآخر وعندها نية مبيتة وأشياء مثل هذه. والله ما أعرف، حيجيبوا لها يمكن هذه الأشياء، أو على وقت ما حتكون فيه حيجوا سكان الكواكب الثانية مثلا وهذول انتقلنا حق والموضوع معقد يعني. طيب أنا بشكرك على وجودك معنا، كان معنا في الاستوديو دكتور محمد قاسم عضو مجلس إدارة المدرسة الرقمية، شكرا لك. أهلا من جديد. جريمة بشعة انتشرت أخبارها في العراق وتفاصيلها حقيقة يعني شيء بالرأس. ففتاة في العراق اتصلت على خطيبها عشان تقول له أنه لازم يلتقوا على العشاء عشان هي محضرت له مفاجأة. يقوم يجي بسيارته لوحده، وبعدين وفي نص الطريق وهم راجعين تطلب منه أنه هي تربط له عيونه بقطعة من القماش عشان تعطي له هدية.
إلى هنا يعني الأجواء رومانسية لطيفة زي اللي بنشوفها في الأفلام، ولكن بعد كده صبت بنزين على السيارة وولعت فيها، والشاب للأسف توفي بعد أيام متأثراً بجراحه. لكن قبل ما يتوفى صور فيديو روى فيه اللي صار واللي حقيقة لا يصدق. مش سيارة راح أودي لك سيارة؟ خليني أطلع لهن، أنا ما عدي منها منها هم شبت أن تستخدم الموبايل بسرعة من الموبايل هبيته وتقلب بي وش اسمه هاتشي هم يفت انتباهك هاتشي؟ لا ما يعني موبايلها ما استخدمتها ما خابرت ما نزلت بالسيارة بس هي ما كنت ها؟ ما تعشت ما تعشت ايه لكم تجيت على الطريق صنع القراج ايه خابر أبوها ايه وصلت وقتها بابا جينا طلعنا وانا جينا في الكيفي شوية قالت بداني طيني قبصتي طيت قبصتي والله دورة شوية مسافة مدتي كيلوين ثلاثة قالت مقصف عندي هدية قلت كياها كيها كل هدية عن الشارع على العرصيف ايه عرصي اترابي اترابي اتجاه الديوانية اتجاه الديوانية قلت لها شين هديتي قالت غمض عيونك وانا قام عيوني لثمت مدني بص سودة وصل له شالها لا بصها وبصها من جابتها ما الجنطة الجنطة مالتها ايه خوش والله حيل ما شدت الجنطة شدت حيل شدت حيل شدت حيل ايه قلت لها وبيعطيني قالت عادي النار دبت على شيء بارد قبت النار بيها هي نزلت شردت صفحة بابها مفتوح واني جامتك منها جامتي ما مفتوحة ما مفتوحة؟ ما مفتوحة لا هي إلا الورا سيارة عدو فوقها مرة النار هواية قلت له ليش تجي يا علي ليش والله جوتني الشباب ركضوا عليه طفوني بالتراب جت مرة مستانس دبت عليها عباتها من بغداد معنا منتظر رشيد مراسل العربية أهلا فيك معنا منتظر يعني الفيديو طبعا انتشر والحادثة الكل بيتكلم عنها وفي حالة صدمة رهيبة هل في معلومات إضافية أو جديدة عنها أو طلع بيان بخصوصها يعني هذا ما أعلنته طبعا ما تحدث به الشاب علي الضحية نقلته أيضا شرطة الديوانية وتحدثت بهذه التفاصيل فقط لكن ما كشفه طبعا ابن عم الضحية تحدث عن أن هذه الفتاة التي كانت بصحبته وهي خطيبته قالت لوالده طبعا عندما اتصل فيه وتأخر في العودة إلى البيت بعد حلول الظلام عندما كانا معا قالت له بأنني طلبت من خطيبها أن يعطيها الهاتف لتتحدث مع والد خطيبها وقالت له سأرسل لك علي مع هدية إضافة إلى علي سيعود إليكم بهدية مني انتهت هذه المكالمة طبعا وبقية التفاصيل أيضا تم الكشف عنها طلبت منه أن تعصب عينيه طبعا بقطعة قماش كانت تخبئها طبعا في حقيبتها وبعد ذلك طبعا بثواني قامت ب سكب البنزين على رأسه وأشعلت النار فيه لتنزل طبعا من السيارة المنطقة التي وقع فيها الحادث يعني لم تكن منطقة مكتظة بالناس هي طريق يربط بين منطقتين قريبتين طبعا من محافظة الديوانية الحادث وقع شمال هذه المحافظة التي تقع ضمن محافظات الفرات الأوسط في جنوب العراق هذا الحادث طبعا عندما وقع وأيضا تم نقل الاثنين معا طبعا إلى المستشفى كانت معه في المستشفى لأن الناس وجدوها بالقرب من السيارة فأخذوهما معا طبعا إلى المستشفى قبل أن يأتي ذويها ويأخذونها طبعا إلى البيت لكن الشرطة استعادتها مرة أخرى ومن ثم خرجت بكفالة طبعا من مركز الشرطة لكن بعد وفاة الشاب علي عادت الشرطة لاعتقالها مرة أخرى أودعت في السجن لاستكمال التحقيق معها لم تكشف طبعا إلى الآن الاعترافات التي أدلت بها إلى الآن
خطيبة عليا التي نفذت هذه الجريمة، بالتالي لا يزال جزء كبير من تفاصيل ما جرى غير معلن، مخفي، ربما لأسباب تتعلق طبعا بطبيعة المنطقة التي يغلب عليها الطابع العشائري. لم يتم الكشف طبعا عن الدوافع وراء قيامها بمثل هذه الجريمة التي أودت بحياة خطيبها، علما أن خطيبها عندما تحدث لم يذكر أي مشكلة كانت بين الطرفين، وأيضا ذوي الضحية أيضا تحدثوا عن أنه لم تكن توجد أي مشاكل خلال فترة الخطوبة، علما أن الزواج لم يبقى عليه سوى أسبوع من الآن ليتم، كل التفاصيل كانت جاهزة، لم تحدث أي مشادات أو مشاكل بين الطرفين أو العائلتين، لكن تبقى هناك أجزاء غامضة من صح. بس منتظر بس هو توفى بسبب الحروق. نعم، يبدو أنه أصيب طبعا بحروق من الدرجة الأولى، وبالتالي حدث تسمم طبعا بعد يومين من رقوده في المستشفى، تعرض إلى تسمم وبذلك طبعا فارق الحياة نتيجة هذا التسمم الذي انتشر في أعضائه بعد إصابة الأنسجة بحروق خطيرة. طبعا إذا لاحظتم في الفيديو عيناه لم تلتهمهم طبعا النيران، نتيجة لأنهم كانا معصوبتين طبعا، هذا ما خفف الحروق في عينيه، لكن هي سكبت البنزين على رأسه وعلى جسده ومن ثم أشعلت فيه النار. إلى الآن كما ذكرت هناك أجزاء كبيرة غامضة من هذه الحادثة، لكن حديث وسائل التواصل الاجتماعي تفاعل الناس هنا في العراق كان كبيرا جدا على سبيل الطرفة. طبعا هناك من يتحدث عن أن كل من لديه خطيبة بات خائفا اليوم من أن يخرج معها طبعا إلى مكان ما، قد تقدم له هدية كما قدمتها لعلي، هذا على سبيل التندر. طبعا هناك من يتحدث لا يعني هو لا قصة ولا قضية ينفع فيها التندر. أنا صراحة أستغرب من الناس في هذه المواقف لما يصيروا يتندروا ويستغلوها فرصة كمان للتندر على المرأة أو الرجل والعلاقة بينهم في هذه المواقف. بس كمان منتظر أنت، شكرا لك، أنت جاوبت يعني كمان على سؤال مهم اللي هو الناس بتطرحه كانت كثير، بتقول أنه كيف حرقته وكيف وجهه يبدو غير محروق، بس أنت أجبت عن هذا الموضوع بأنها كانت بسبب العصبة اللي على عينه لم يتأثر محيط يعني عينه ووجهه فعلشان كده. شكرا لك على هذه المعلومات، وأكيد طبعا حنتابع القصة معاك. كان معنا من بغداد مراسل العربية منتظر الرشيد، شكرا لك. جنون البقر، إنفلونزا الخنازير، إنفلونزا الطيور، هذه أمراض سمعنا عنها ونعرفها، لكن يوصل الموضوع لزومبي غزلان وحمى ببغاوات؟ لا، كذا محتاجين وقفة عشان نفهم. الأمراض الأولى هذه نعرفها، بس إيش الجديد هذا حق الببغاوات والغزلان؟ خليني أقول لكم الموضوع، لأنه طبعا أنا خلاص يعني صرت خبيرة ومختصة في نقل هذا النوع من الأخبار، عندي يعني خلاص شهادة دكتورة. يعني زومبي الغزلان أو هزال الغزلان مرض اتضح أنه مو جديد، لكن نوفمبر تسجل فيه غزال في أمريكا، من وقتها انتشر في 31 ولاية وفي كندا كمان. المرض هذا بيصيب الدماغ وبيخلي الغزلان هزيلة ومو مركزة، لدرجة أنه يكون قدامها أحد بيفترسها وما بتهرب، وبشركم يعني قالوا ينتقل للبشر. وفي نفس الوقت هذا عاد في أوروبا في حمى ببغاوات منتشرة. السويد تحديدا حذرت الصحة العامة من انتشار الحمى بعد ما تم الإبلاغ عن 25 حالة من سبتمبر الماضي، و12 منهم بس ديسمبر هذا. المرض قاتل للطيور بنسبة 90%، ممكن ينتقل للبشر وبشكل خطر على الحوامل، أعراضه حرارة، صداع، التهاب حلق وغيرها. طيب، من لندن عبر سكايب الدكتور عبد الكريم قزيز بينضم إلينا، طبيب طبعا علم الوبائيات والأمراض. أهلا فيك معنا دكتور عبد الكريم. يعني إيش وضع الحيوانات؟ يعني كل شوية في شيء جديد بيطلع منها يعني ولا؟
اهلا بكم، اسعد الله مساءكم مساء المشاهدين. يعني للاسف هذه الامراض فعليا لا تنتهي، يعني الامراض التي تنتقل بين الحيوانات ومن ثم من الحيوانات الى الانسان تشكل تهديد كبير، لانه طبيعه الحياه اللي عم نعيشها الان هي تعزز في تواصل كبير بين الانسان والحيوانات، سواء عن طريق استهلاك اللحوم او التواصل المباشر، وبالتالي احتمال انتقال هذه الامراض الى الانسان احتمال كبير. المشكله اليوم نتحدث عن مرضين، هلا حمى الببغاء راح ناجل الحكي عليه شوي لانه هو الاسهل، اما مرض ذنبي الغزلان فعليا هذا من الامراض الخطيره والخطيره جدا. لماذا؟ لانه اللي بيسبب هذا المرض هو لا نو بكتيريا ولا نو فيروس، يعني ما بيشبه شيء من الشيء اللي تعودنا عليه، يسببه شيء اسمه البريون. البريون اللي هو ما فيه مادة وراثية، وبالتالي هو ليس كائن حي اصلا، وانما هو نوع من انواع البروتينات لما بيدخل الجسم يسبب ان البروتينات اللي داخل الدماغ تتكاثر بشكل غير طبيعي. وهذا المرض أول مرة تم اكتشافه عام 1920، ولكن ما شخصناه إلى فقط منذ بعض الأعوام، يعني من 10 سنين لما صارت جائحة جنون البقر في بريطانيا وعبر العالم، فعليا يعني كان أمر مثير للقلق جدا. الآن هذا المرض يعيد الحوادث اللي شهدناها يوم صار جنون البقر. ذنبي الغزلان الآن تم تأكيد إصابة بعض الغزلان في شمال أمريكا، والمشكلة أنه هو البريون هذا الكائن أو ما هو كائن، هذا الشيء الصغير صار ينتقل من نوع حيواني إلى آخر، وبالتالي احتمالية الانتقال إلى الإنسان هي احتمالية واردة. والمشكلة أنه إحنا لا عنا تشخيص ولا عنا علاج ولا عنا لقاح أمام هذا الأمراض، وهذه الأمراض يعني قد يكون قاتل بنسبة تصل إلى 90% سواء للحيوان أو للإنسان، ولذلك فعليا أمر مقلق. طيب يعني بعد خبرة يعني دكتورة خلال سنوات كورونا اللي بتحكي الآن هذا مفزع بشكل رهيب، يعني لا أنت بتقول ده إنه لا علاج لا لقاح لا يعني، طب في وقاية على الأقل؟ تمام، الوقاية هي السبيل الأهم. هلا البريون بما انه هو يدخل بشكل اساسي للمخ والنخاع الشوكي، اهم امر انه نحن نبتعد عن تناول الأعضاء الداخلية للحيوانات مثل الغزلان مثلا، المخ والنخاع الشوكي، هي أول نقطة. النقطة الثانية هو الابتعاد عن أي كائن حي يصدر تصرفات غريبة. أنت دحين قصدك أنه أي مخ لأي حيوان ما حد يأكله الآن المواشي، خلينا نركز المواشي فقط، لأنه البريون هو معروف أنه هو كان موجود في البقر، أوكي. الآن موجود في الغزلان وغيرها، إذن المواشي نبتعد فعلياً خاصة في المناطق الموبوءة الآن شمال أمريكا، وقد يكون في مناطق أخرى، ونتأكد من مصدر هذه اللحوم أو الأعضاء الداخلية، نتأكد من مصدرها، هل الحيوان كان فيه إشكالية قبل ما يموت؟ لأنه فعليا إذا احنا كان فيه إشكالية يعني هذه يعني مراحل متقدمة، ما حد حيروح يسأل على أصل وفصل الحيوان، نحن من البداية خلص حلوة هذه نبطل ناكل الأمخاخ حقة المواشي، كويسة هذه، بس إنه زومبي الغزلان يموت على طول يعني؟ للأسف لا، مو على طول، ممكن الأعراض تأخذ سنة تقريبا، حتى فترة الحضانة ممكن تأخذ سنة، البريون ممكن يكون كامن في الجسم لفترة سنة ومن ثم تظهر الأعراض. الأعراض عصبية فعليا، اضطراب في المزاج، اضطراب في السلوك بشكل عام، اكتئاب، ومن ثم أعراض عصبية، الأعراض العصبية بكل أنواعها، ومن ثم قد تحدث الوفاة، قد تحدث في حوالي أكثر من 80-90% من الحالات، لأنه مثل يعني هذا دكتور حتى رصده صعب، لأنه أنت بتتكلم على أعراض يعني معظم اللي حوالينا ماشيين فيها يعني. بالضبط رصده صعب جدا، يعني لذلك تذكرنا من جنون البقر لما صار من أكثر من 10 سنوات، رصد الموضوع صعب، تشخيصه صعب جدا، وأيضا متابعته، لأنه الوفاة قد لا تحدث مباشرة والأعراض طيب. قد لا تتطور بشكل سريع وإنما تأخذ وقت. طيب خلينا ننقل على حمى الببغاوات، إيش وضعها هذه؟ هاي الأسهل، هذه الأسهل، حمى الببغاء الآن، لأنه تسببها بكتيريا. هلا نحن متعودين نتعامل مع البكتيريا، بتسممها بكتيريا اسمها كلاميديا بستاسي، اللي هي تستجيب للصدات الحيوية، ولكن الحقيقة بتسبب التهاب تنفسي خطير عند الحيوانات، قد تصل الوفيات عند الطيور 90%، ولكن عند الإنسان بفضل العلاج، الحمد لله في عنا علاج هون اللي هو التتراسكلين، ممكن يتأخذ لمدة 10 أيام، من الممكن أن يسبب يعني تحصل الشفاء الكامل، ولكن قد تحدث الوفية بنسبة قد تصل إلى 20-30%، والأهم أنه هو ينتقل عبر غبار الطيور، وبالتالي الابتعاد عن غبار الطيور المصابة هو وقاية فعالة جداً.
كيف ابتعد عن غبار الطيور؟ يعني يعني ما قرب من الطيور اصلا يعني، ولا ايش اسوي؟ الابتعاد عن الطيور هلا خاصه عم نحكي على مالكي الطيور او مربيها. يعني الان الاصابات اللي صارت بالسويد معظمها هي من ضمن مربي الطيور. أوكي. اللي الدواجن وغيرها. وبالتالي عند التعامل مع الطيور أن واحد يكون لابس كل الأدوات التي تحمي، سواء القفازات أو غطاء الوجه وغيرها. أما الأشخاص العاديين فمجرد الابتعاد عن الطيور، لأنه هنا ما ساكنين مع الطيور، وبالتالي الابتعاد عن التواصل اللصيق مع الطيور بيكون كافي. وبنبه أنه لحد الآن هذا الأمر بالطيور المدجن، يعني ما هو بالطيور الأليفة الموجودة بالبيوت، ولكن قد يحدث أنه ينتقل لهذه الطيور الأليفة. ولكن الآن الحمد لله ما في إصابات بالطيور الأليفة، وبالتالي قد لا تشكل تهديد الطيور الموجودة بالبيوت. طيب أوكي، شكرا لك على هذه المعلومات. يعني والله ما أعرف إيش أقول لك يا دكتور صراحة، يعني صار عندي ضربات كده قلب، تسارع في ضربات القلب وكده، يعني لا أنا خايفة. طيب أوكي، بس أنا بشكرك على هذه المعلومات وهذه التوضيحات، وإن شاء الله خير. كان معنا من لندن عبر سكايب الدكتور عبد الكريم قزيز، طبيب علم الوبائيات والأمراض. أهلا من جديد. في مذيعة أخبار تركية اسمها ملتم جوناي عاملة ضجة وغضب كبير في تركيا بعد ما ظهرت وهي بتقدم نشرة أخبار وقدامها كوب ستاربكس. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başarılı hava harekatları sonrasında operasyona katılan pilotlara seslendi. Terör hedefleri kahraman pilotlarımız tarafından büyük bir başarıyla vuruldular. Bundan sonra da kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Gece boyunca devam eden hava operasyonlarının başında bulunan Bakan Güler, günün aydınlanmasıyla birlikte soluğu Irak. الغضب سببه الأساسي أنه ستاربكس متهم بدعم إسرائيل، وطبعا هذا الأمر بتنفي شركة ستاربكس من أول الأزمة ومن سنوات أصلا جالسين بيلفوه. على العموم هم متهمين بدعم إسرائيل، وبيقولوا الناس أنهم بيدعموهم ماديا للحكومة والجيش، وكثير من الأتراك والعرب كمان على فكرة حاطين ستاربكس في رأس قائمة المقاطعة. بس كمان برجع بذكر عشان حق ستاربكس أنهم هم بينفوا هذا الموضوع. على العموم شافوا الناس انه كيف مذيعة تطلع في التلفزيون وعلنا وتلفزيون الدولة ومش عارفة ايش الكلام ده كله ليل نهار، والدولة ليل نهار جلسة بتتكلم يعني عن دعمها لغزة والفلسطينيين وهي طالعة بالكوب. الغضب كان كبير لدرجة انه الناس اطلقت حملة لمقاطعة القناة، واضطرت القناة بعدها تصدر بيان رسمي ادانت في تصرف المذيعة، وقالت انه مبادئ المؤسسة بتمنع المذيعين انه يروجوا لاي منتج، واعلنوا فصلها من العمل وفصل المخرج. وأضافت القناة أنها بتدرك حساسية الشعب التركي تجاه غزة والدفاع عنه، وأنه مواصلة هي في دعم الشعبين التركي والفلسطيني. على فكرة كثير ناس لما شافوا الكوب على التلفزيون افترضوا أنها جزء من حملة مدفوعة من ستاربكس، وهذه الحملة بتعملها الآن ستاربكس لمواجهة المقاطعة اللي بتعاني منها. واستشهدوا بزيادة كبيرة مؤخرا بصور المشاهير أونلاين اللي بيطلعوا بصور أو فيديوهات أنه يعني كده كاجول بس معاهم كاسات ستاربكس، طبعا أبرزهم كيم كارداشيان وكثير من مشاهير الكي بوب. وفي المقابل ناس تانية شايفة أنه ستاربكس لا دافع للمذيعة ولا شيء، وأنه أكيد غلطة دخلت الاستوديو عادي بقهوتها حطتها قدامها وقريت النشرة وصار اللي صار. يعني تكلمنا قبل عن ليلتين للتاريخ اللي كان كشف عنهم المستشار تركي آل الشيخ، وهم حفل اليوبيل المادسي في 29 و30 ديسمبر لفنان العرب محمد عبدو، احتفالا بمرور 60 سنة على عطائه وطربه الفني لنا. ومن وقت الإعلان عن الحفل المقاطع والفيديوهات الحماسية والترويجية عنه ما وقفت، والناس ونحن طبعا كنا بنستنى التذاكر بفارغ الصبر إلى ساعات محدودة بعد طرحها صارت على طول sold out. ومن أيام تم الكشف عن استعدادات وتحضير اليوبيل الماسي لأبو نورة وكانت ضخمة واستثنائية.
وأمس حسابات المستشار تركي آل الشيخ وموسم الرياض وروتانا لايف شاركونا مشاهد من البروفات، وطبعا يعني بروفات أبو نور لوحدها يعني حفلة كأنها يعني. حضيض ربي عطانا الحسن والعقل كامل والنطق فيها الحكم قد خصني في جماله بالعشق وضرب المثايل والمدح وخط القلم حضيض ربي عطانا. مايسترو وليد فايد ظهر كمان في فيديو من البروفات ووعد الجمهور بمفاجآت كثيرة في حفلتين من العمر. الجمهور الكريم استنونا في ليلة من أمتع وأميز الليالي العربية في موسم الرياض، ليلة اليوبيل الماسي لفنان العرب محمد عبده. محضرين حاجات كتير، عاملين بروفات على مفاجآت إن شاء الله تستمتعوا، وانا عارف ان هيبقى فيها عمل الابهار موجود، وان شاء الله ان شاء الله تستمتعوا بليله متميزه ممتعه، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم ونقدم شيء يرضي الجمهور السعودي الكريم ان شاء الله. مشاهدينا احنا وصلنا لختام حلقة اليوم، من بكرة وعلى مدى 3 حلقات تفاعلكم محضر لكم حلقات خاصة بنهاية السنة، علشان كده واستثنائيا اليوم الأربعاء حنعرض لكم مقابلة 25 سؤال وضيفتنا لهذا الأسبوع النجمة الشابة اللطيفة جدا النجمة رنا رئيس. استمتعوا بالمقابلة وأنا ألقاكم في أمان الله. رنا رئيس 25 سؤال لازم جاوب عليهم بسرعة ومن غير تفكير. دور صنع اسمك؟ موضوع عائلي. أبرز عيب في شخصيتك؟ متسرعة. سبق وقلتي أنه غادة عبد الرازق هي قدوتك في التمثيل، طبعا غادة نجمة كبيرة، بس أنت شخصيا ليش اخترتي غادة كقدوة؟ بحب قد إيه هي بتتقمص الدور، وبحب يعني في مسلسلات بحس أن هي مش عارفة أنا ليه متوترة وأنا قاعدة عايز وتري عادي خدي راحتك. لسه أسئلة الفضايح ما جات يعني. لسه استنى. بحس ان يعني في مسلسلات ليها لما باجي اتفرج عليها بحس ان هي انا باخد كورس تمثيل. اوكي هي طيب ليش والدتك كانت رافضه دخولك الفن؟
ممكن علشان هي من زمان في الاندستري يعني في الوسط فكانت حاسه انه لا لسه بدري ما تخشيش وانتي صغيره استني لما تبقي عارفه انت عايزه ايه كويس قوي. طبعا هي ميك اب ارتست برضه في المجال. طيب بعد شهور من اعلان خطبتك اعلنتي فسخها، هل جرحتك التجربه؟ اكيد يعني بننجرح لان احنا اشخاص حقيقيين ف بنبقى يعني في الاخر احنا بشر وبني ادمين فبنبقى بنعيش التجربه بكل حالاتها. فلما دي حصلت اتبسطت اكيد، لما حصل الانفصال اكيد برضو اتضايقت لان في الاخر دي مشاعر بتكون حقيقيه. بس خير يعني ان شاء الله ربنا يكتب له الخير ويكتب لي الخير. تحبي تقولي ليش انفصلتوا؟ والله يعني هي يعني كان في خلاف ما كانش باين وبين بعد الخطوبه، فكان يعني مش حاجه ان هو وحش ولا حاجه ان انا وحشه، بس خلاف في الشخصيات. خلاف في الشخصيات. اوكي، ليش عملتي عمليه تجميل في انفك؟ والله عملت عمليه تجميل في انفي بس كانت لاسباب شخصيه جدا جدا جدا، يعني مش حابه ان انا ابقى بتكلم فيها، بس حابه عملتها، بس عملتها لاسباب. ايه الاسباب؟ حاسه ان هي تبقى شخصية لك. يعني عشان هيا نقعد بقى نقول اصل انت عملتي ولا انت بتكدبي مش لا. اوكي بلاش نفتح هذا. طيب ممثل او ممثلة بتحلمي بالتمثيل امامه او امامها؟ ممثل او ممثلة. استاذ كريم عبد العزيز. اختيار حلو. طيب عندك ما شاء الله 9 اخوان، طبعا في 3 من امك وابوك وفي 3 من بابتك وفي 3 من زوج ووالدتك، الله يخليكم كلكم لبعض. وقلم ونكتب. ما شاء الله. فبس انت وسطاني يا مهضوم حقك؟ لا يعني لا بصراحة لا. يعني ما فيش عندنا فكرة الأكبر والأصغر واللي في النص. ما فيش عندنا فكرة الأكبر والأصغر واللي في النص، يعني دايما هو بس جدتي. أوكي. بس هي اللي منا حبيبة قلبي وأنا رنا رئيس عادي على التليفون. على فكرة دايما الجدات عندهم هذه الحركات. منا حبيبة قلبي أول فرحتي رنا رئيس. جديد فاهمة مثلا. لا فاهمة عليك. أنا وسطانية كمان فأنا يعني عندي عقدة نفسية. وأعتقد أنها برضو ابتدت بجدتي. طيب على العموم قلتي أنه من طموحاتك الزواج. طيب لو جاء العريس وكان فتى أحلامك والحب الحقيقي ممكن تعتزلي عشانه؟ لو هو الشخص الصح أكيد هيبقى حابب اللي أنا بعمله وأكيد هيبقى مقدر ده فيا. أوكي. ف يعني اظن لو هو الحقيقي والحب الحقيقي لا هيبقى سبورت. اوكي. فقدان الاب كيف اثر عليكي في كلمه؟ في كلمه انا ممكن اقول لك يعني اقولها لك في كلمتين. قول. انا عندي فوبيا من الفقدان. يعني اي فير ان انا اخسر اي حد او ان انا اودع اي حد. فالوداع عندي فوبيا. أثر إزاي؟ هو أثر إن هو خلاني أنضج. يعني بقيت في مرحلة عمرية صغيرة بس بقيت أكبر. يعني بقيت بفكر في كل حاجة يعني أكتر. ما عندك الشخص اللي تعتمدي عليه كنت حترمي عليه الأمور أكتر؟ مامتي. عندي الحمد لله. يعني عندك مامتك طبعا الله يخليها يا رب. عندي الشخص اللي اعتمد عليه بس حسيت ان مسؤوليتي زادت ان انا مع مامتي اللي هو لا المسؤوليه زادت. ايوه. طيب بتحب الرياضات الخطره؟ ايش اخطر شيء سويتيه في حياتك؟ سكاي دايفنج، نطيت من طياره. يعني عادي شيء عادي يعني بس اذا خفايف فعلا حاجات طيب. بسيطه. بتحبي تامر حسني قوي؟ طيب اختاري مقطع من اغاني شيء بيعبر عنك. مقطع من اغاني بيعبر عني. ايه ده انا ليه حصل فجاه كده؟ ما انت حافظه الاغاني، الواحد كل ما يقول لك اغنيه لتامر على طول تنطلقي. حاجه وتموره بموت فيه. ممكن اقول لك اكتر اغنيه بحبها. نسيني ليه. I love it. وبحب يعني بحب حاجات كتير بس يعني دي اول حاجه جت. نسيني ليه هي اكتر واحده بتحبيها؟ بحبها وهو بيغنيها لايف. حلو. تبقى حلوه قوي. تبي تشويهيها له وتغنيها؟ يا لهوي لا هشويها جدا. طب مالي. جربي يا رنا جربي. لا ممكن اغني لك اغنيه بتعبر عن شخصيتي. اوكي. اي يلا. بس الاصاله لان هي she's my favorite في حلوين في الستات. اوكي. شخصيه عنيده.
اللي هي بتاعت وهيجي اليوم وهحقق حلمي بأي طريقة. يلا إن شاء الله. طيب كنت أحد ضحايا رامز، إيش رأيك في اللي بيقوله في الفقرة الأولى من الحلقة اللي بيتكلم فيها رامز عن الضيف، والكل بيقول إنه هاي تنمر واضح وصريح والمفروض إنكم ترفضوه كفنانين؟ I think إن إحنا في رأيي أنا إن إحنا كلنا كعرب دي طريقة هزارنا مع بعض، ما بنبقاش قصدين ان هي تنمر. وتو بي اونست انا كنت خايفه شويه هيقول ايه عليا، بس يعني لا بجد هي واز فاني، ما كانش بيتنمر، لان هي بتبقى حاجات عادي لو حد لابس جاكيت مش عارفه عامل ازاي احنا بنقعد نهزر، بس ما بحسهاش ان هي تنمر. بس فهمت، تحس ان مثلا في ناس علق على وزنهم، علق على شكلهم، علق على في منهم مش مش هعم يعني مش مش هعمم، بس في منهم اوريدي لما بيطلعوا في التلفزيون في اي عمل ليهم بيبقوا هم نفسهم بيعملوا كده، فهم اللي بيدوا المساحه دي. يعني انت يعني كل شخص هو اللي بيدي مساحه للي قدامه هيقول ايه عنه. يعني ما اعرفش ده في رايي المتواضع ممكن ناخده نرميه، بس يعني انا بحس بحس ان لا رايك في الان في الفقره دي اهم راي انت ضيفتنا. طيب اوكي، كان نفسك تكوني دكتورة تجميل، ايش معنى تجميل تحديدا؟ هي حاجه تافهه قوي بس انا بحب ارسم. حلو، فكان نفسي ارسم في وش البشر. حلو يعني، يا سلام، تشويه للكل يعني. تشويه للكل. رسمك كويس ولا لا؟ رسمي اوكي. طيب عشان خايفين على خوفنا على الناس. طيب زواج الفنانين من بعض عادة ما يفشل، هل بتتفقي؟ لا، لأن عندنا أمثلة كثير جدا ما شاء الله ربنا يحفظهم ناجحين. أوكي. وكتار مش قليلين. فلا، هي بتبقى برضو على حسب الشخصيتين عاملين ازاي. أوكي. هل هم من جوه فعلا عندهم سلام داخلي وعندهم ان هم يقدروا يتعاملوا ولا لا؟ اوكي. دور كان نفسك لو كان لك؟ دور كان نفسي لو كان ليا عادي ممكن تكوني شايفه زميلتك عملته بطريقه ممتازه، بس انه حلو. بحاول افتكر دور لو كان نفسي يكون ليا. دور تحت السيطره بتاع جميله عوض. اوكي. طيب رايحه كروز حول العالم، مين تاخدي معاكي من زميلاتك في الوسط؟ ثلاثه فقط. ثلاثه. كارولين عزمي، ماين سيد، مين تاني؟ من الوسط الفني حد ثالث. انا ليه كلهم صحابي بس مش عارفه. ممكن جميلة عوض، لأن مامي كانت مسافرة معيها وقالت لي قد إيه هي بتبقى كيوت في السفر. طيب أوكي. السوشيال ميديا ساعدتكم كفنانين صاعدين ولا خلتكم مثار انتقاد أكثر؟ الاثنين. هي عملت الاثنين، هي ليها مميزاتها وليها عيوبها. أوكي. هل تعيش رنا رئيس قصة حب؟ نفسي. طيب ان شاء الله، يعني ما في كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده ولا كده. طيب عاده بينتقدك عليها زملائك خلال تصوير العمل؟ خلال تصوير العمل كده شيء عيب من عيوبك في الشغل؟ عيب من ان انا ببقى يعني دايما لما ببقى بعمل حاجه جديده ببقى متوتره جدا جدا. اللي هو ببقى اللي هو طب ايه ماشي، لا 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 لا، بعد كده ابدا اهزر وارجع تاني لنفس البوينت. يا بنتي ما انت كنت خلاص. انا ببقى متوتره جدا دايما في اوائل التصوير. اوكي كده. طيب بيسموكي ريكا صح؟ صح. ليش ده؟ يعني ده حتى الدلع اطول من اسمك. ليه ريكا؟ ما اعرفش. انا رنا ثلاثة حروف، ريكا اربع حروف. اوكي. بالعربي بس بالاثنين اربع حروف بالانجلش. ما له علاقه ببعض يعني ولا انا لا؟ هو يعني ماي ستيب فادر هو اللي طلع ريكا عليا. اوكي. فبقت خلاص هي ريكا، فحتى انا لما حد بيقول لي رنا ساعات ما ببقاش منتبه ان ده انا. طيب ابناء الفنانين والمخرجين لما بيمثلوا كلهم بيكون عندهم موهبه ولا الموضوع فيه واسطه؟ لا، بيبقى في منهم عنده موهبه وبيبقى في منهم واسطه. مش هقول لا، يعني بيبقى في ده وفي ده. يعني الاثنين موجودين، بس الفكره ان هي ما بتبقاش واسطه قد ما هي ما بتبقى مساعده. هم بيساعدونا ان احنا ندخل ده، واحنا اللي بنثبت نفسنا في الاخر، لان مش الاب او الام هم اللي بيوقفين قدام الكاميرا، هو الشخص نفسه. فيا سبب نفسه يا لا. اصعب مشهد قدمتيه؟ اصعب مشهد قدمته
في مسلسل ليلينا 80 لما بعرف ان انا فقدت البصر. بحب دورك جدا في ده المسلسل. شكرا. انا بحب المسلسل ده قوي, ليه حاله خاصه كده, بحسه بحبه, بحب اسمي فيه وبحب حالته, بحبه قوي. من 1 لـ10 لاي درجه؟ لا بعدين كمان انت وخالد الصاوي كنتوا يعني كنتوا رائعين مع بعض في المشاهد. طيب من 1 لـ10 لاي درجه انت نجمه؟ لا ما اعرفش. لا اعطي نفسك. اي دونت, ممكن الناس هي اللي تعمل ده بس مش انا, مش عارف. 5 10 7 كل حد بيبقى شايف نفسه 10, بس انا ده اللي بيبقى نفسي اوصل له. أوكي. بس انا كام ما اقدرش عمري اقول مثال تقول. هل انت فعلا ضحوكه وسعيده زي ما بتبيني, ولا بس كده تحركات وتمثيل قدام الناس؟ عاده انا بقلب حزني الفرح. اوكي. يعني عندي موهبه في ان انا ازاي اشقلبه. يعني ايه ده انا متضايقه وقاعده بعيط, بس الثانيه اللي بعدها عادي جدا, انا بعمل بسمع مزيكا برقص وانا بعيط. فلا انا بعمل كده رقص على الاحزان. طب حلو, ممتاز, هذه طريقه برضو كويسه. شكرا يا رنا. خلصوا. شكرا. سريعين. شكرا. حبيتي؟ بس كنت متوتره. ايوه انا قاعده اللي هو عامله كده. لا خلاص شفتي تمام كيف. نايس.